السلام عليكم. لو أول مرة تشوف قناتي فأنا بنزل فيديوهات لأشياء غريبة مثيرة للاهتمام. لو بتحب النوع ده من الفيديوهات ياريت تضغط سبسكرايب وزرار التنبيهات. يلا نبدأ. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن قصة غريبة وهي عن قصة عفريت عمر خرشد. اولا عايزين نعرف مين هو الفنان عمر خرشد. في ناس كتير صحيح تعرف عمر خرشد بس برضو في ناس تانية كتير لأ، وفي ناس سمعت عنه بس ما تعرفوش وما يعرفوش قصة عفريت عمر خرشد المشهورة. واللي نشر قصة عفريت عمر خرشد هو الكاتب الصحفي حسن الحفناوي في مجلة الكواكب بعد وفاة عمر خرشد. وللعلم عمر خرشد اتوفى في حادث غريب وكان سنه صغير ما كانش كبير، والحادث ده اتقال حواليه اشاعات كتير جدا. في ناس قالت ان الحادث ده كان بفعل فاعل وانه مدبر مش قضاء وقدر. لكن خلونا قبل ما نبدأ في القصة نعرف الاول مين هو عمر خرشد. نبدأ في قصة عمر خرشد والعفريت، عايزة أطلب منكم انكم تعملوا لايك للفيديو علشان تدعموا قناتي، وتشتركوا كمان في القناة لو عايزين تسمعوا قصص تانية غريبة عن الجن وعن الأشباح. اولا مين هو عمر خرشد؟ ده كان اشهر موسيقار في مصر وكان عازف جيتار مشهور جدا وملحن ومنتج وممثل. لحن لفنانين كتير جدا كبار زي السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وأنتج أفلام كان هو اللي بيقوم بدور البطولة فيها، وكان مؤلف للموسيقى التصويرية الخاصة بالأفلام. وعمر خرشد هو أخو الفنانة شريهان الكبير، أخوها من الأم بس. وتولد عمر خرشد في 9 إبريل سنة 1945 في أسرة فنية عريقة جدا ومعروفة، ووالده كان فنان وكان معروف في الوسط الفني كله. ووالدته عواطف هاشم يقال عنها انها ست جميلة جدا، ولكن والدته بعد فترة صغيرة من زواجها انفصلت عن والده وهو سنه كان صغير، ولما كبر اختاروا انه يعيش مع والدته. دي كده كانت نبذة صغيرة جدا عن حياة الفنان عمر خرشد عشان الناس اللي ما تعرفوش تعرفوا. بالنسبة بقى لحكايته مع الجني او العفريت اللي كان بيظهر له وكان صاحبه، الكاتب الصحفي حسن الحفناوي بيحكي عن عمر خرشد وبيقول ان عمر خرشد في يوم وهو كان في مكتبه النور مرة واحدة قطع، فجاب مجموعة من الشموع علشان يولعها ويقدر يكمل شغله، لكن الشموع مرة واحدة اتطفت تاني فولعها مرة تانية، بس اتطفت كمان مرة ولعها للمرة التالتة وبرضه انطفت. فقال بسخرية هو في عفريت هنا ولا ايه؟ وده طبعا لان ما كانش فيه اي هوا ولا اي حاجة تسبب ان الشموع دي كل شوية تتطفي. فقال كده بسخرية لانه اتضايق او تعصب، لكن الغريب ان في صوت رد عليه وقال له ما تخافش يا عمر انا صديق. وهنا طبعا عمر خرشد عمل رد الفعل الطبيعي ان اي حد لو مكانه هيعمله، نط من فوق المكتب مفزوع ومرعوب وجار بسرعة من المكتب وروح بيته. وطبعا طول ما هو كان في طريقه للبيت خايف ومرعوب وبيقول في نفسه انا اكيد بيتهيألي، اكيد ده مش صحيح، مش معقول ده يحصل، ومش معقول اكون الصوت اللي انا سمعته ده كان حقيقي، اكيد انا بيتهيألي بس من ضغط الشغل. لكن الغريب بقى انه تاني يوم وعمر رايح مكتبه لقى حاجة اغرب من الخيال. لقى الشموع اللي كانت مطفية من امبارح بالليل لقاها ولعة كلها، واللي خلاه مندهش اكتر انه حتى لو نساها من امبارح ازاي الشموع دي ما دابتش وخلصت من امبارح، المفروض انها بتدوب يدوب بعد ساعة بس. فحاول انه يطفي الشموع لكن الشموع بقى ما كانتش عايزة تطفي المرة دي، في حين انه هو كان امبارح ما كانش عارف يولعها، لكن اليوم ده مش قادر يطفيها، كل ما يحاول انه يطفيها مش بتطفي او يطفيها وترجع تولع تاني مرة واحدة لوحدها. فجاب حتة من الخشب، حتة خشب كده صغيرة، وحاول انه هو يطفي بها الشموع لكن برضو الشموع مش عايزة تطفي. وهنا ادرك عمر خرشد بل وتأكد ان في كيان غريب معاه في المكتب وان الكيان ده هو اللي مش بيسمح للشموع انها تطفي. فخاف عمر خرشد فجاب مصحف من المكتب عنده وبدا ان هو يقرا قران وقرا سوره ياسين. واول ما بدا يقرا الشموع اطفت مره واحده، وشويه شويه حس ان في ايد فوق كتافه والايد دي بتضغط على كتافه مع ان ما فيش حد معاه في المكتب، لكن هو حاسس بالايد دي كويس جدا والايد دي شديده وبتضغط على كتافه كانه بيطلب منه ان هو يوقف قراءه قران. لكن عمر خرشد ما خافش وكمل عادي في قراءه القران لحد ما الايد دي بدا الضغط بتاعها يخف عن كتافه واحده واحده لحد ما تلاشى تماما وهو مكمل قراءة في سورة ياسين. وهنا بيقول حسن الحفناوي انه راح له في يوم المكتب علشان يتفق معاه على شغل، كان اوبريت للاطفال والتاني كان قصة سينمائية عن سرقة رز ذهبية فرعونية، وعمر خرشد كان هيكون هو البطل في الفيلم ده. وبيقول الكاتب حسن الحفناوي على الرغم من اني كنت خلصت مع عمر خرشد السيناريو والحوار بتاع فيلم سرقة الرز الذهبية، الا ان عمر خرشد كلمني بعد فترة صغيرة وقال لي وقف الشغل خلاص في الفيلم ده وهن عايزين نبدا في كتابة فيلم تاني جديد ويكون فيلم رعب شبه الفيلم الأجنبي كده اللي اسمه انتقام الأرواح. فبيقول الكاتب انه استغرب جدا
وسألوا ليه غير رأيه في الفيلم القديم اللي كان اتفق معاه اللي هو الراس الذهبية، فقال له عمر خرشد ان ده لون جديد هيجذب الجمهور اكتر وهيكون ليه ايرادات كبيرة جدا وعالية، وانه عاوز يخصص مكتبه بعد كده اللون ده من الافلام اللي هي الافلام الخاصة بالاثارة والرعب والتشويق. وفعلا بعد اسبوع راح له الكاتب حسن الحفناوي وهو معاه فكرة الفيلم الجديد المرعب، ولما قرأه عمر خرشد اتحمس جدا للفيلم وفرح بالقصة، وبدأ يتكلم مع حسن الحفناوي عن الموسيقى التصويرية وكذلك عن التأثيرات الضوئية ازاي ممكن يستخدموها في الفيلم ده بحيث ان العمل يطلع جميل جدا والناس تحبه، واتكلم حتى معايا عن الفنانين اللي يقدروا يقوموا بالأدوار اللي في الفيلم ده. وبعد ما اتكلموا عن الحاجات دي كلها فقام قال عمر خرشد لحسن الحفناوي: تعرف يا حسن انا ليه طلبت منك قصة الفيلم ده؟ مش لمجرد اني عاوز انتج افلام للاثارة والتشويق بس زي ما قلت لك، بس في شيء تاني هو اللي خلاني افكر في النوعية دي من الافلام، وعلشان انا بثق فيك يا حسن انا هقول لك السبب، بس مش عايزك تقول لحد خالص السر ده، وده يفضل سر ما بيني وما بينك. وعد يا حسن، طول ما انا عايش على وش الدنيا ما تعرفش لاي حد خالص الكلام ده. وفعلا حسن الحفناوي وعد عمر خرشد انه مش هيقول لاي حد عن السر الخاص بيه. فبدأ عمر خرشد يحكي له عن الجن اللي بيظهر له في المكتب من اول موقف الشموع، مرورا بان الجن ده بدأ يزوره كتير جدا في المكتب، لدرجة انه مرة حضر له في المكتب وهو كان عنده سفير في المكتب، ولما سمع السفير صوت الجن اغمى عليه، وعمر خرشد بعد كده حاول يفهمه ان ده صوت تسجيل علشان الراجل ما يخافش، لكن السفير ما اقتنعش لانه سمع عمر خرشد وهو بيتكلم مع كيان له صوت بس ملوش اي جسم. فهنا حسن الحفناوي قال له عمر خرشد: طب ليه يا عمر انت مش بتحاول انك تتخلص من الجن ده؟ فقال له: طيب انا اتخلص منه ازاي وهو اللي مختارني وكمان بيحكي لي عن اسرار وعن حاجات خطيرة جدا حتى انا نفسي مش هقدر اقولك عليها. فقال له حسن: طيب تقدر تقولي على حاجة من الحاجات اللي هو قالك عليها؟ فقال له عمر خرشد انه بيقول انه عمره 1700 سنة. فضحك حسن الحفناوي وقال له: بس دي مش معلومة جديدة، هما الجن اصلا بيقدروا يعيشوا حتى اكتر من 10000 سنة، هما اعمارهم طويلة. فبعدين سكت عمر وقال لحسن: طيب هقولك على جملة هو دايما بيقول لي بس انا مش فاهم معناها، دايما بيقول لي وجهك معكوس على شظايا زجاج، ولما بسأله عن معنى الجملة دي يقوم الجن رد وقال لي: ده بركان احمر يتلألأ فوق جبال قاتمة السواد. فبيقول حسن وقتها: معرفناش انا وهو نفسر معنى الجملة دي ايه، وقعدنا كتير قوي نفكر فيها ونفكر في معانيها بس برضه ما قدرناش نفهم معناها وليه الجن على طول بيقول له الجملة دي. ما مرش وقت طويل على الموضوع ده الا وعمر كان عامل حادث الشهير بتاع عمر خرشد، وكان سبب وفاته انه شظايا الزجاج دخل جوه رقبته وانفجر من رقبته بركان دم جوه عربيته السوداء شديدة السواد. شيء غريب فعلا، وطبعا لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وبيكمل حسن الحفناوي مقالته بيقول: في اليوم ده فضلت قاعد مع عمر خرشد لنص الليل واحنا بنتكلم كده، وعمر خرشد كان عمال يحكي لي عن اخواته شريهان وجيهان وعن مامته وقد ايه هو بيحبهم وقد ايه هو بيحب اخواته، وان شريهان دي بيحبها جدا وكان مسميها كتكوت العيله. بعدين الكلام بدا يتطرق بيهم ان هم يتكلموا عن العوالم الغامضه وعن قصص الجن وعن الاشباح، وأثناء كلامهم النور قطع مرة واحدة، فسمع صوت عمر خرشد وهو بيقول: انت جيت تحضرت ولا ايه؟ راح حسن قال له: مين ده؟ مين انت بتكلم مين يا عمر؟ فراح عمر خرشد قال له: انا بكلم الجني طبعا، ومين غيره هنا بيقدر دايما يقطع للنور. وراح عمر وجاب شمعة وحطها على المكتب. فبيقول حسن الحفناوي انه في الوقت ده حس ان في حد جه وقعد جنبه، لدرجة ان كان حاسس بكتفه في كتفه، كان سامع صوت انفاسه. وهنا حسن الحفناوي بدأ يغيب عن الوعي ومبقاش سامع ولا حاسس بأي حاجة بتحصل حواليه، وما فقش غير على صوت عمر خرشد وهو بيضحك وبيقول: على ايه يعني؟ فراح حسن قال له: انت بتكلم مين يا عمر؟ انت بتقول ايه على ايه ايه؟ فراح عمر خرشد ضحك وقال له: اسف يا حسن، مش انت المقصود بالكلام، انا بكلم الجن. وهنا ادرك حسن الحفناوي ان كان في حديث طويل جدا دار ما بين عمر خرشد والجن، بس هو كان غايب تماما عن الوعي وما سمعش اي حاجة. وبعدين قام حسن الحفناوي واستأذن من عمر خرشد وقال له: معلش بقى انا مش عايز اعطلك علشان انت عندك سفر طويل بكرة وهتصحى له الصبح بدري جدا. وفعلا كان عمر خرشد هيروح تاني يوم مسافر استراليا، وفعلا لما رجع عمر خرشد من استراليا عمل الحادثة وحضر جنازته فنانين كتير جدا وساسة معروفين، وتسجل ان سبب وفاة الفنان عمر خرشد ان شظايا الزجاج
بتاع العربية دخل في رقبته وحصل انفجار في العروق وطلع زي بركان من الدم زي ما قال الجن. وطبعا الله أعلى وأعلم إذا كان حسن الحفناوي ده أصلا يعني كلامه حقيقي ولا بيكذب، لكن الغريب في الموضوع إن شريهان ما كدبتش الكلام ده تماما ولا أكدته، هي ما اتكلمتش أصلا عن موضوع الجن ده، والحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يلا أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات تانية، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لو عايزين تسمعوا قصص